وزير المالية ووزير التخطيط في مجلس النواب. وزير المالية ووزير التخطيط بيتكلموا على الخطة أو خطة الموازنة للعام المالي القادم. السؤال بقى، خطة الموازنة دي بتحقق لنا إحنا كمواطنين إيه؟ كون إن يبقى فيه دعم زيادة على حاجة أو خفض دعم عن حاجة، مردودها علينا إيه؟ هل هنقدر إن إحنا نتأقلم مع خفض الدعم فيما يتعلق ببعض الأمور؟ وهل زيادة الدعم في أمور أخرى هي فعلا اللي هتحسسنا ان كده بقت الحياه ابسط، بقى الدعم فعلا واصل لمستحقيه اكتر ولا لا؟ نبتدي من نقطه احساسنا ايه والموضوع ده وصل لنا احنا بدرجه كام، وهو ده السؤال الاول لضيفتنا الكريمه وهي الدكتوره عليا المهدي، استاذ الاقتصاد وعميده كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه بجامعه القاهره الاسبق. اهلا معك. اهلا بيكي، ازيك يا دعاء؟ حضرتك شفتي الخطه ازاي؟ شوفي هقول لك حاجه، يعني انا ما اعتقدش ان في انها مختلفه كثيرا عن الخطط السابقه، لكن فيها نقطه محدده يعني واضحه ان فيها تحسن، يعني فيها بيحاولوا انهم يضغطوا الدعم فيها. هتقولي طب ما بيضغطوا يعني الدعم مبدئيا كده خفض الحكومه المبالغ الموجهه للدعم السلعي بمقدار 24.687 مليار جنيه على العام المالي السابق. قولي 25 مليار. الناس ممكن تفكر انه ال 25 مليار دي يعني هتبقى ضرر بالغ عليهم، بس جزء كبير من الخفض هو اساسا خفض في دعم الطاقه. طيب اذا كانت الحكومه هتخفض في دعم الطاقه، هل ده هيضر المواطن؟ لا، مش هيضر المواطن، لسبب ان فعلا سعر الطاقه انخفض عالميا. يعني كنا بنجيب البرميل بتاع البترول في حدود 100 دولار للبرميل، هنا مكتوب في المعلومه الاخيره ان هو السنه اللي فاتت كان 70 دولار للبرميل، انخفض لاقل من 40 دولار للبرميل. فالانخفاض بتاع الدعم ده مش هيمس حد. يعني ده مش هيجي جنب حد، هيفضل السعر زي ما هو في الاخر. ما فيش اي كلام فيه على تخفيض على رفع اسعار. ده مجرد ان الاسعار العالميه انخفضت، فبطبيعي خالص ان كمية الدعم اللي احنا بنتحملها أو الدولة بتتحملها كحكومة انخفضت، وبالتالي البند ده ناقص منه 25 مليار جنيه. طيب خد بالك، فده يعني أنا ما أتصورش إن المواطنين هيضاروا منه مطلقا. هو الانخفاض، لا الانخفاض كان 25 مليار تقريبا جنيه في دعم الطاقة، من 61 مليار جنيه السنة اللي فاتت أو 62 مليار جنيه السنة اللي فاتت نزلت ل 35 مليار. يبقى حوالي 25 مليار جنيه تخفيض في دعم الوقود اللي هو البترول. فده مش هيمس حد، فيعني أرجو إن الناس ما تبقاش قلقانة منه. طيب ده أول حاجة فيما يتعلق بالرقم اللي احنا قلناه. الدعم التاني اللي هيحصل تخفيض فيه، اللي حصل زيادة فيه ولكن زيادة محدودة، اللي هو دعم السلع التموينية. السلع اللي هي على البطاقة، أنا أعتقد برضو إن ده مش هيمس الفقراء ولا محدودي الدخل ولا حتى متوسطي الدخل. يعني هو حصل فيه زيادة ولكن زياده بسيطه، بينما بلغ اجمالي الدعم السلعي في الموازنه العامه للعام 41 مليار بالظبط. ايوه، وكان سبعه، وكان حوالي 38 مليار، يعني انت بتتكلمي على زياده 3 مليار تقريبا. مش زياده كبيره ومش مؤثره، ولكن اللي احنا ممكن نقوله في الحته دي حاجه، انه الدوله اجتهدت خلال كذا سنه اللي فاتوا، خصوصا السنتين اللي فاتوا، على انهم يرشدوا الدعم ويرشدوا ويوجهوه للفئات المستحقه من خلال بطاقات التموين، وحتى انه خلال الفترة الماضية استبعدت عدد كبير من الاسر اللي هم لا يستحقوا الدعم من البطاقات التموينية، فاصبح الرقم كله بيروح لاكثر الفئات استحقاقا للدعم وهم الفقراء ومتوسطي الدخل. ف يعني الجهد اللي اتعمل السنتين اللي فاتوا ابتدى يؤتي ثماره عند الناس، ان هم في عندهم دلوقتي بتقدر على البطاقة التموينية تجيب عدة سلع، مش السلع التموينية بس، ونفس الشيء يقال على دعم الخبز، النقاط اللي هم بيستخدموها ممكن يروح يشتري بيها حاجات تانية، والترشيد من حيث ان البطاقات بقت بس بتروح للمستحقين، للفئات المستحقة. فحتى لو كان الدعم انخفض حاجة بسيطة، فده لاننا استبعدنا اسر كتير لا تستحق انها يبقى عندها بطاقة. لكن مش معنى كده ان الاسرة المدعمة هتتأثر. لا، هو ده المهم. لا، مش هتتأثر. طيب بند الاجور هو، انا مش شايفة الارقام بتاعته مرتفعة. بصي هقول لك حاجه، بند الاجور طبعا من اكبر، يعني انت عندك ثلاث بنود كبيره، الاجور والدعم وسداد فوائد المديونيات بتاعتنا، القروض والمديونيات بتاعتنا.
الأجور هم ابتدوا يزبطوها شوية وما يزودوهاش زيادات كبيرة، وإن هو يعني عارفة يرشد، ما يعينش مستشارين جداد، ما يعينوا عارفة الحاجات اللي هي ما نزودش عدد أصلا الموظفين الموجود بالفعل. بيزودوه، ما في ناس بتخرج على المعاش، بيزودوه بالقدر بدرجة أقل يعني. آه لو في 100 ألف واحد خرجوا معاش، ممكن يزودوه مثلا 20-30 ألف واحد يحلوا بدلهم. فيعني بيحاولوا ان هم يظبطوا شويه فاتوره الاجور اللي هي بتمثل حوالي 28 او 29% من الانفاق العام. فهو ده اللي هم شغالين فيه، اعتقد ان هم ناجحين فيه الى حد ما. طيب فيعني التوجه العام اللي انا قارياه النهارده من الموازنه هو دعم العجز العام في الموازنه كمان هينخفض. على ذكر عجز الموازنة، خلينا برضو نقول على موضوع ترتيب مصر بقى فيما يتعلق بأمور مختلفة. ودي اتكلم عنها الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. قال البيان المالي لخطة الدولة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2016-2017 أمام مجلس النواب في الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة. أكد العربي أن مصر تحتل الترتيب رقم 131 من 181 دولة في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي. ده معنى إيه؟ إن ترتيبنا متأخر. يعني لو أنت عندك في العالم كله 131 دولة، إحنا ترتيب 181 دولة. لا، أهمية ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي. هقول لك يا دعاء، هو واضح كرقم إن إحنا متأخرين. طبعا. إحنا كنا أحسن من كده كتير. إحنا يمكن كنا رقم 70 أو 80 قبل كده، قبل 2011. وتراجع، حصل تراجع في وضعنا في تقرير ممارسة الأعمال، لأنه جت فترة يعني عدم استقرار والكلام ده كله. فأنت عارفة التقارير دي كلها بتقوم على فكرة أن أنت بتستقصي ناس، أراء رجال الأعمال، بزنس الأجانب، الكلام ده كله، إيه رأيك في مجموعة من المؤشرات. وبناء عليه تراجع الترتيب بتاع مصر تراجع شديد، وأصبحنا في الرقم 131 من 181 دولة. اللي هو بيقوله الدكتور أشرف ده جرس إنذار، هو بينبهنا بيه، بينبه الحكومة اللي هو منها بيه، إن احنا لازم نراجع نفسنا في الجزئية دي، لازم نحسن وضعنا في تقرير ممارسة الأعمال الخاص بممارسة الأعمال. دول التقرير ده اللي بيحط الدرجات بتاعته مستثمرين سواء مصريين أو أجانب. لو هم حسوا انهم بيدخلوا مصر بسهوله، وان الاجراءات ميسره، وان عمليه التحويل بتاعه الاموال مثلا سهله، ان عمليه الاستيراد والتصدير والكلام ده كله ما فيهاش صعوبات، ان عمليه الحصول على تراخيص ميسره، كل الاجراءات اللي هي مرتبطه بممارسه الاعمال ميسره، هتلاقيهم بيدوا سكور كويس لمصر، وبالتالي ترتيبنا يرتفع، بدل ما نبقى مثلا 131 ممكن نبقى نمره 60. طب احنا كنا حاجه و70 سنه كام او امتى؟ احنا ظروفنا ايه؟ قبل الثوره على طول. لكن كان عندك المشاكل اللي احنا دخلنا فيها بعد طبعا كده. طبعا انت دخلتي في مشاكل كتير، واهمها السنه اللي فاتت دي اللي هي الخاصه بالعمله وعدم توفر العمله والكلام ده كله، طبعا غير المشكلات الامنيه والمشكلات اللي عارفه يعني عدم استقرار امني من منظورهم برضو يقلقهم المستثمر اللي عايز يجي. طيب نكمل موضوع التقارير، وكمان احنا احتلينا الترتيب رقم 116 من 140 دوله في تقرير التنافسية العالمي. في الحقيقة الأرقام وحشة. حتى اللي مش عارف حاجة خالص في الاقتصاد بيقول إن إحنا يعني إيه النظام قبل الأخير. دي للقائمة. هو ده قريب من ده، يعني تقرير التنافسية قريب من تقرير ممارسة الأعمال. التنافسية بس بيشمل بنود أكتر من مجرد الإجراءات بتاعة ممارسة الأعمال. يعني تقرير ممارسة الأعمال بيتكلم على ناحية البيزنس بس، يعني الإجراءات شكلها إيه، السهولة في استخراج الرخص شكلها إيه، السهولة في الحصول على قروض، موضوع روتين أكتر. التقرير التنافسية بقى بيتكلم على مزايا كتير موجودة، مثلا حالة التعليم، حالة سوق العمل، حالة الصحة، حالة عارفة مجموعة بقى من المتغيرات الأوسع. فأنت هنا عندك ترتيبك 116 من 140 دولة، فبرضو ده ترتيب سيء الحقيقة، ولازم نراجع نفسنا فيه ونشوف إيه اللي احنا بنفتقره علشان نقدر نحسن هذا الترتيب ونرفعه من 116. خلينا نقول هدف خلال العام القادم نبقى مثلا 100، نمره 100 يعني. مش كويس قوي، بس احسن اكيد من 116. في ترتيب هو لازم يبقى. اعتقد يا دعاء، اعتقد ان الحكومه لازم تحط التقارير دي، والدكتور اشرف واضح ان هو مهتم، تحطها قدام عينيها وتشوف ايه المؤشرات الفرعيه اللي فيها وتشتغل عليها.
يعني الجزئيه مثلا في تقرير التنافسيه، التعليم، لو احنا عندنا مشكله في التعليم لازم نشتغل جامد جدا في القضيه دي، ودي على فكره من اكتر الحاجات اللي جايبانا لورا في تقرير التنافسيه. احنا الدوله الاخيره في عمليه التعليم في العالم، هو ده اللي جايبك لورا خالص خالص في تقرير التنافسيه، لان دي المفروض تبقى من ضمن البنود الاولى اللي بنهتم بيها. تعليم وصحه، تعليم وصحه. البني ادم اللي صحته كويسه هيعرف يتعلم كويس، هيعرف يشتغل كويس، هيعرف يدي كويس. فانت عندك التقرير بتاع التنميه البشريه، في التنميه البشريه احنا 108 من 188 التنافسيه، في فعلا تنميه بشريه عالمي. طبعا في تقرير احنا رقمنا 108 من 188 دوله، ده احسنهم، ده احسنهم نسبيا، لان انت بقى بتدخلي فيه برضو عناصر اخرى. واخده بالك؟ يعني كل تقرير من دول فيهم حاجات متداخله مع بعض. لكن في تقرير مثلا التنميه البشريه بتاخدي نمط توزيع الدخل في البلاد، متوسط نصيب الفرد من الدخل، متوسط عمر الفرد، ودرجه العداله في التوزيع. فده اكتر حاجه، ده احسن حاجه عندنا فيه. انت عارفه احنا ما عندناش درجه مرتفعه من عدم العداله، احنا عندنا درجه مرتفعه نسبيا من العداله. نسبيا، مش مرتفع قوي يعني. يعني في احنا بيستخدم مؤشر اسمه مؤشر جيني او معامل جيني، ده بيقارن به الدول كلها ببعضها، فبيقول لك انه لو انت لو قيمه المعامل مثلا في دوله هو بيتراوح ما بين 0 و1، لو قيمه المعامل قريبه من الصفر، من 0 و1، لو قيمه المعامل قريبه من الصفر او منخفضه، يبقى دي دوله فيها عداله كبيره. لو قيمة المعامل قريبة من الواحد يبقى فيها عدم عدالة كبير. احنا في حالة مصر 37 او 38%، يعني اقرب للواحد، تحت النص، تحت النص. في بلاد مثلا في امريكا اللاتينية وغيرها تلاقي بقى ان الرقم ده يبقى 45%، 55%، 65%، يعني بوينت، يعني 65 من 10، قربوا للواحد، قربوا للواحد احنا أكتر. شغالين على نفس بالزبط. المستوى. فاحنا الى حد ما نعتبر درجه العداله عندنا مش وحشه. طيب هو في سؤال فضولي، بما ان احنا وقتنا على طول بيخلص بسرعه كده يا دكتور، اتفضلي. هو مين اللي بيحتل المراتب الاولى بقى في التقارير دي؟ يعني مثلا في التنميه البشريه العالمي مين اللي بيحتل المراتب الاولى؟ انا مش عارفه مين بالظبط، بس ممكن تلاقي بقى دول زي فنلندا ودول اسكندنافيه، كندا، ممكن بعض دول اوروبا الاخرى زي فرنسا وزي انجلترا وزي المانيا، هتلاقيهم، وسنغافوره ممكن تكون كمان عندها ترتيب عالي جدا. في بعض الدول في التنميه البشريه ممكن هتلاقي دوله ولا دولتين عربيتين كمان. نعم، هو عموما في الحقيقه احنا يعني ترتيبنا احنا جايين في الاواخر خالص، اللي هي فعلا احنا اللي قبل الاخير في اغلب الترتيبات يعني. لا مش بالظبط، بس ترتيبنا مش حلو. يمكن احسن حاجه احنا فيها هو تقرير التنميه البشريه العالمي، التنميه البشريه العالمي، لكن الباقي كله ترتيبنا الحقيقه يحتاج لمراجعه، نشوف المؤشرات الفرعيه جوه كل مؤشر من دول شكلها ايه، ونبتدي نشوف هنعمل ايه علشان نحسن المؤشر ده. لكن عموما حضرتك من البدايه وحضرتك بتقولي ان بالنسبه لخطه الموازنه للعام القادم تقريبا ما فيهاش جديد عن موازنات وخطط. الحاجه الوحيده هو ضغط بالظبط، هو ضغط الدعم، وما اعتقدش ان هو ان شاء الله مش هياثر على محدودي الدخل، ودي نقطه مهمه جدا حضرتك وضحتها لنا. ان خفض الدعم على المواد البتروليه على ارض الواقع كتمن كفلوس احنا بندفعها هي مش هتفرق معانا. خلي بالك لو عندي دقيقه ممكن اقول لك فيها بس حاجه. ان دلوقتي اولا الحكومه بتعمل كذا برنامج اجتماعي انا شايفه انهم كويسين. اولا التكافل وكرامه، دول اللي هم واحد منهم بيروح للاسر الفقيره، وواحد منهم بيروح للاسر اللي هي كبار السن اللي ما لهمش عائل والكلام ده. والنهارده بيشتغلوا كمان في برنامج الوجبات المدرسيه، عايزين يطوروا فيه، اللي هي بتروح للتلامذه في المدارس، عايزين يعملوا شغل كويس في الكلام ده. دول الهدف الاساسي ان انت تخدم الفقراء ومحدودي الدخل. ففي المقابل اللي انت بترشط حاجات فيه انت بتزود الانفاق الاجتماعي على فئات محتاجة، فأعتقد أن دي يعني خطوة كويسة للأمان بإذن الله. إن شاء الله دكتور علي المهدي أستاذ الاقتصاد وعميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الأسبق، شكرا جزيلا. السابق، السابق. شكرا جزيلا على حضور حضرتك. ومشاهدينا الكرام، وصلنا مع حضراتكم لختام اليوم في ساعة، بكرة بإذن الله حلقة جديدة وموضوعات جديدة في اليوم في ساعة. إلى اللقاء.